مشاهدينا بنحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي راح نتابع فيها بطبيعة الحال كل الملفات المطروحة على الساحتين الداخلية والإقليمية وأبرزها ملف الحكومة، ملف ترسيم الحدود اللي رجع ووضع على نار حامية. في معلومات جديدة بهذا الإطار، هل ممكن يصير في خرق حكوميا قبل عيد الأضحى ولا الأمور مؤجلة إلى ما بعد عطلة العيد بظل سفر الرئيس المكلف؟ كل هذا المشهد وتفرعاته وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي بصرنا أنه نناقشهم مع ضيفنا أستاذ طارق ترشيشي مدير تحرير صحيفة الجمهورية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم المشاهدين. خلينا نبلش، يبدو أنه في تطور حكومي، في بعض المعلومات الصحفية عم تحكي عن رسالة نقلها وزير السياحة وليد نصار من الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية بعد ظهر هذا اليوم، تتوقع أي خرق ولا الأمور أنا تأجلت؟ بالمبدأ إنه ما لازم يصير في تأخير بتأليف الحكومة، خلافا لكل الكلام اللي عم ينقال إنه طيب بالآخر تكلف رئيس لتشكيل حكومة، في حكومة تصريف أعمال، في استحقاق رئاسي جاي، وفي نقاش إنه هل إذا عملنا حكومة نقاش بيقول بشدد على إنه لازم يكون في حكومة دستورية ترعى انجاز هذا الاستحقاق. راي ثاني بيقول انه ما في مشكله منه الدكتور حسن رفيعي انه اذا ما تعذر لسبب ما عدم انتخاب الرئيس، واذا تعذر عدم انتخاب تاليف حكومي قبل الاستحقاق الرئاسي فانه هذه حكومه تصريف الاعمال تستمر تحت عنوان انه ما في فراغ بالسلطه. يعني هي عليها جدل حسب دستور. ما امبارح صار اتصال بين فخامه الرئيس و دولة الرئيس، يقال انه تم اتفاق على لقاء بعد عيد الاضحى. هلا هذا التطور ان شاء الله يكون حامل بعض المؤشرات الايجابيه على تقارب في وجهات النظر حول التشكيله التي طرحها رئيس المكلف وملاحظات رئيس الجمهوريه عليها، وانتظار الرئيس ملاحظات رئيس المكلف عليها. نحن بس خلينا نرجع شوي لهذه التشكيلة اللي طرحها الرئيس المكلف واللي كان في كتير ملاحظات من بعبدة ومن عدة أفرقاء سياسيين على هذه التشكيلة. تشكيلة عملت مداورة فقط على الحصة المسيحية، ضربت الحصة المسيحية، أبقت على وزارة المال مع الطرف الشيعي مع حركة أمل، أبقت على التوازنات مثل ما هي باستثناء الحصة المسيحية. توافق على هذا التوصيف ولا لا؟ يعني هلا انا بالمبدا انه بده يصير مداوره، بيصير مداوره اذا خي مش بكل الحقائب، ببعض الحقائب حتى لا يبين كانه هالمداوره استهدفت فريق دون اخر، انه يصير في مداوره تشمل اكثريه الاطراف السياسيه. هلا ما بعرف شو ظروف الرئيس المكلف ليش شال وزير الطاقه وعين يعني اعطى شخصية سنية هذه الحصة السنية، هون في نقاش بهذا الموضوع، وحتى في نقاش بشخص الذي طرح اسمه لهذه الناس، معه ناس بتقبل ناس ما بتقبل، ناس بتقول انه هذا بده يعمل تطبيع او هذا يعني انه، وناس بتقول انه هذه الوزارة لازم تكون في هذه المرحلة، وموضوع المفاوضات لترسيم الحدود لازم تكون لصيقة أكثر برئيس الحكومة وبهذا الموضوع. أنا صراحة ماني مقتنع بكل الانطراح. الشيء المقنع للبنانيين إنه الشعب اللبناني يعيش أزمة قاتلة ودول كثيرة تتكالب عليه وتشد الخناق عليه الى درجة انه البعض يعني بخلينا نقول عنه انه عم بيمارس قلة اخلاق بحق اللبنانيين، بمنعهم من انه يحصلوا على الكهرباء المطلوبة، يحصلوا على كل هاي الخدمات اللي هي من ابسط مقومات حياة البني ادمين. فالمفروض يصير في حكومة يتعالى فيها الجميع عن موضوع المحاصصة وكذا، يجيبوا حكومة. بس لا تعتقد حضرتك أنه اليوم مصلحة الرئيس مئاتة أنه ما تتشكل حكومة؟
يعني هو هيك هيك باقي رئيس مكلف وأيضا رئيس حكومة تصريف أعمال. بيقول البعض أنه ربما يفكر بطريقة نجيب ميقاتي، أنه أنا ليش بدي شكل حكومة أخضع فيها لشروط كل الأفرقاء المعنيين بهذا التشكيل وكل الأفرقاء السياسيين واحترم فيها نتائج الانتخابات، بوقت أنا جيت ب64 صوت وعندي حكومة فيها تكفي. لا، أنا بعتقد ما له مصلحة الرئيس مئاتي إنه ما يشكل حكومة، ليه ما له مصلحة؟ لأنه يعني معنويا يعني صورته بتهتز معنويا إذا لم يشكل حكومة. وذهبنا إلى استحقاق الرئاسي، حصل أم أو لم يحصل بحكومة تصريف أعمال؟ مش لا هي واقفة بالعكس، على هاي بس تهتز صورته لا لنجيب لا، إنه مئاتي؟ هذا الأصول، الأصول هيك الأصول الدستورية إنه كلف الرئيس تشكيل حكومي، عليه أن يقدم تشكيلة حكومية يتناقش فيها مع رئيس الجمهورية، بشيله وبيحطه كذا، لازم يوصلوا لا. وخصوصا أنه كلهم عم بيقول أنه ما عادش في عنا ترى في الوقت، كلهم عم بيقولوا أنه خي في شيء نعمل مع صندوق النقد الدولي، في برنامج الإصلاحات، في خطة التعافي، خلينا على الأقل بهودي 3 أشهر المتبقين من ولاية رئيس الجمهورية، خلينا إذا ما قدرنا نعمل إنجازات خلينا على الأقل ندير الأزمة. نعم وبني وبني، يعني اي حكومه مش رح تقدر تعمل انجازات بها 3 أشهر طبيعة يعني. الحال. لذلك عليها ان تدير الازمه، تمهد امام الطريق امام الحكومه التي ستنشا مع بدايه العهد الجديد. علها يعني الحكومه ما بعد العهد، الحكومه الاولى للعهد تحقق انجازات. فأنا يعني ما بشوف الخلاف بين رئيس الجمهوريه ورئيس المكلف خلاف بيفيد البلد، وهذا خلاف يعني ما بيساعد على نشر أجواء وفاق بالبلد. المنطق بس مين الطبيعي مسؤول بيقول عن هذا الخلاف أستاذ؟ مين؟ المنطق الطبيعي بيقول إنه لازم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الشريكان يتفقوا. في السلطة التنفيذية إنه يتفقوا، عظيم. وإذا أبسط لاحظتي ما الإيمان في رئيس حكومة كان على خلاف من رئيس الجمهورية أو العكس، استطاعت حكومة أن تنجز. طيب كونك عم تقول لازم يتفقوا، مش كان أبسط الإيمان إنه الرئيس ميقاتي مثل ما تشاور مع كل الكتل النيابية وقبل ما طلع على قصر بعبدة يتناقش مع الرئيس عون بتصور معين قبل ما يطلع ويكب له تشكيلة take it or leave it؟ لا مش، لا ما ضروري تنحسب الامور هيك، انه هلا بالاخر الرئيس المكلف لازم يقدم تشكيله سواء تشاور فيها مع رئيس الجمهوريه او لم، انه انا مكلف بقدم هالتشكيله على ضوء هذه التشكيله، يعني منا منزلي. يمكن رئيس الجمهوريه يقول انا قبلت فيها ومشينا، عظيم، بس بالمبدا بده ينحط على الطاوله تشكيله وبصير النقاش فيها، وهذا اللي عم بيصير هلا. صار نقاش، عدة أفكار طرحها بحسب ما تسرب رئيس الجمهورية، طبعا ما في شيء رسمي بس في معلومات بهذا الموضوع، إنه رئيس الجمهورية عم يحكي عن حكومة توسيع حكومة ال24 لحكومة ثلاثينية مع تمثيل سياسي للأفرقاء المعنيين بهذه الحكومة. فكرة تانية أنه بتبقى الحكومة الحالية تفعل حكومة تصريف الأعمال أو منروح لحكومة جديدة مختلفة كليا. هودي هلا الثلاث أفكار لهلأ اللي واضح أنه مش كتير على ذوقه لنجيب بس ميقاتي. الطائف بيقول أنه كل الحكومات بعده هي حكومات وفاق وطني، يعني عم يطرحوا فخامة الرئيس أنه حكومة سياسية. هذا الطائف ليش حكومة سياسية؟ لأنه وقت انتزعت الصلاحيات من رئيس الجمهورية ووضعت بيد مجلس الوزراء مجتمعا، مجلس الوزراء الذي تتمثل فيه كل القوى وكل الطوائف الأساسية وغير الأساسية، صار لازم أنه هذه الحكومة عندما تكون ينبغي أن يراعى فيها تمثيل كل الطوائف الكبرى وكل الطوائف الصغرى كما قلت، وحتى كل القوى السياسية. هلأ يمكن في قوى سياسية ما بدهم بيستبعد حاله يستبعد، بس الطائف بيقول أن الحكومات ينبغي أن تكون حكومات وفاق وطني تحت عنوان أنه هذه الحكومات هي التي تمارس السلطة التنفيذية التي كانت بيد رئيس الجمهورية. بس هلأ يعني كأنه في تابو، ما حدا أغبن لا رئيس الجمهورية
لحق به الغبن، ولا رئيس المكلف رئيس الحكومة لحق به الغبن، ولا حدا، طالما أنه هذا مجلس الوزراء سلطة جامعة تتخذ القرارات بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، إلا في القضايا الأساسية التي تتخذ فيها فكرة القرارات. الحكومة في السياسية، فكرة أنه يكون في حكومة سياسية، بفهم اللي عم تشرحه، وهذا مطلب لرئيس الجمهورية، ومطلب أيضا لرئيس التيار الوطني الحر اللي كان أعلن صراحة أنه رئيس الجمهورية عم يقرأ بالسياسي التكنوقراط. رئيس الجمهورية عم يقرأ بالسياسي الواقع السائد حول لبنان، بس في تابو صار على هذا الموضوع من بعد ثورة 17 تشرين. وسمت الحكومات السياسية أنه هي حكومات محاصصة، حكومات فشل، حكومات هي مسؤولة عن اللي وصلتنا. في جزء من هذا الكلام، جزء من هذا الكلام ممكن واحد يأيده، أنه في حكومات سياسية فشلت، في حكومات سياسية تعاملت مع القوى السياسية على أنه البلد أسلاب ومغانم، كل واحد شو بياخد حصة وشو بيحصل وشو كذا. بالسياسة ما فيك تبرئ هذه المنظومة السياسية من مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا من وصول إلى ما وصل إليه البلد. بس رئيس الجمهورية وقت عم يحكي هلأ بحكومة سياسية، حتى الرئيس نجيب ميقاتي كان طرحه الأساسي بالحكومة السابقة أنه ست وزراء دولة تكنو سياسية. فبعتقد ما فيش خلاف بيناتهم بهذا الموضوع. إذا كان الرئيس عم يطرح حكومة سياسية بعتقد بيوصلوا لاتفاق، لأنه ليش رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة وكل الناس عم يقروا ما يحصل في لبنان وما حول لبنان. هذا الوضع اوكي بتجيبي وزراء يكونوا لو كانوا سياسيين، كونوا سياسيين ويكونوا بنفس الوقت تكنوقراط، ما في مشكله. انه بدك حكومه سياسيه تكون قادره على اتخاذ قرار جامع لمواجهه هذه التطورات. واضح. وانا بعتقد بالنقاش ممكن يوصل لاتفاق بهذا الموضوع. موقف الاحزاب اذا بدنا نشرحها شوي، موقف التيار الوطني الحر واضح الخصومة السياسية بينهم وبين نجيب ميقاتي، برأيك في إمكانية ترجع تصلح هالشي على غرار المرة السابقة ورجعوا لنا حصة على الحكومة؟ مع احترامي للتيار ولرئيس التيار ولكذا، يعني في تناقض انه انا ما بسمي الرئيس المكلف، ما بسمي الرئيس المكلف، شوي بدي انا شارك بحكومه اللي بده يشكلها. ما قالوا بدهم يشاركوا؟ وين قالوا بدهم يشاركوا؟ طيب ما بدهم يشاركوا مش هيك؟ ما بدهم او ما بدهم يشاركوا مش هيك؟ بس يعني اذا هن ما شاركوا وغيرهم ما شارك، مين بيشارك بالحكومه؟ هلا يا بيشاركوا على ذوق الرئيس المكلف، مش على لا مش ضروري، لا انتبهي، لا الشريك المسيحي الفتات، لا يا لا اما ما حدا اخذ فتات. ليكي اذا بتلاحظي شيلي وزارة الطاعة على جنب، راجع الحقائب الموزعة على الوزراء المسيحيين بالحسب التشكيلي، لا المسيحيين والموارنة تحديدا اخذين حقائب أساسية. ما مين قال؟ وزارة الخارجية شو؟ وزارة العدل، وزارة في كذا وزارة، ما يعني في كذا وزارة. انه موضوع وزارة الطاعة، انا بدك رأي وزارة الطاقة مش هي المشكل، مش هي المشكل. في مطالب يقال انه لدى التيار في مطالب تتعلق ببرنامج عمل هذه الحكومه، طبيعي. شو لازم تعمل؟ انه في تعيينات متراكمه منذ بدايه العهد لم تقر. التيار يطالب بانه هذه الحكومه تتصدى لها الموضوع وتجري هذه التعيينات، وفي ضمن المطالب ازاحه حاكم مصرف لبنان. بجاهر بهالشيء جبران باسيل، يعني مش انه تحت الطاوله يعني انه الرئيس نجيب ميقاتي ما بيستسيغ انه نعمل هذا الكم الكبير من التعيينات في هذه العجاله بالوقت اللي احنا لازم نركز على خطه التعافي وعلى كذا وكذا، يعني منه شايف يعني ما بعرف شو خلفيات تانية لهذا الموضوع. بس هو السؤال المطروح اذا يعني نحن عندنا منه هيئته بوارد انه يعطي التيار الوطني الحر كل ما يطلبه. حتى ما اقول لك مش انه ما بده يعطي، يمكن ما بده يعطي كل ما بيطلبه. جبران باسيل وعنده بكل وعنده رأيه بهذا الموضوع، انه ليش هو؟ انه هو مثلا بيعتبر انه ازاحه حاكم مصرف لبنان بهذه الظروف قفزه في المجهول. اثنين اذا بدنا نعمل تعيينات، طيب هذه التعيينات شو ماذا يترتب عليها مع العهد المقبل؟ انه كمان انه لازم يكون في عداله في توزيع هذه المناصب. هيك هو بيشوف انه يعني ليش يا تيار وطني حر بدك تاخذ كل انت هذه
كل هذه التعيينات ليش بده يكون رواية الرئيس المكلف لحضرتك؟ أنا عم أقول هيك، أنا عم أقول هيك مش عم أقول بوقت الفريق الآخر المعني بهذه الرواية يعني التيار الوطني الحر عم ينفي هذا الشيء. طلع جبران باسيل وقال إنه نحن مزبوط في عنا شروط تتعلق ببرنامج عمل هذه الحكومة، هل قادرة تمشي بتحقيقات المرفأ؟ هل قادرة تمشي بخطة التعافي الاقتصادي؟ شو تصورها لهذه الخطة؟ هل قادرة تقيل حاكم مصرف لبنان؟ صحيح يعني عم بجاهر بهالشيء جبران باسيل انه المطلوب على شغل مطالب هذه الحكومة، معناتها في نزاع على مطالب، بس هيدي المطالب يريدها التيار الوطني الحر ولا يؤيدها كلها الرئيس المكلف، هيك بتلخص هذا الوضع. بس هذا انا برايي ما لازم يحول دون تأليف حكومة، ما لازم يحول دون تأليف حكومة. بس شو بتنفع هذه الحكومة إذا ما كان في اتفاق على جدول أعمالها أو على كيفية عملها بالمرحلة المقبلة؟ يعني الرئيس بدي كفي معك بالشي اللي عم بتقوله إنه رئيس الحكومة المكلف يعني من أول ما تكلف إنه هو كل اهتمامه خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد. وهلا بس هو أي ثمار ستؤتى من هذه الأمور إذا بقي حاكم مصرف لبنان بمنصبه اللي هو في علامات استفهام بالحد الأدنى حول أدائه وحول مسؤوليته للأمور اللي وصلنا لهم؟ حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية كبيرة أو جزء كبير من المسؤولية عما وبعدنا عم نعاني يوميا من وراء قرارات وتعاميم، سواء على مستوينا نحن كموظفين وصحفيين او على مستوى موظفين الدوله. انه تصور امبارح بيطلع قرار بانه والله من نعطي للقضاة رواتبهم، نحتسب رواتبهم على اساس دولار ب 8000. صحيح، وهن من القطاع العام. طيب الباقي القطاع العام شو؟ ليش هال تفاوت؟ ليش هالتفاوت؟ ليش هالتمييز؟ يعني طلع وزير العمل وعمل رد مبكر على هذا الموضوع، لأن الموضوع بس الموضوع أكثر يتجاوز القطاع العام إلى القطاع الخاص. إيش كمان القطاع الخاص؟ مين عم يقبض من الموظفين بالقطاع الخاص معاشه كله؟ ما البنوك. طيب ليش ما بيصدر حاكم مصرف لبنان؟ ليش ما بيصدر تعميم صارم بيلزم المصارف بانه يا خيي هذه معاشات الناس بتعيش فيها شهريا، ليش عم تقطعوا لهم منهم وبتعطوه ثلث المعاش للواحد ما بتعطوه معاشه؟ صحيح. باي حق؟ باي حق؟ طيب كلنا عندنا هذه يعني كلنا لابسين نتائج هذه الاعمال. اخر شيء في سؤال رياض سلامي الحاكم مصرف لبنان رياض سلامي، انا هذيك اليوم كنت هيك بدردشه مع احد الخبراء الاقتصاديين بيفهموا يعني ما بدي اسمي، قال لي رياض سلامي اول واحد يعارض الاتفاق مع بنك صندوق النقد الدولي. قلت له لا، استغربت يعني. قال لي لانه هذا الاتفاق يحد من صلاحياته، عنده صلاحيات مطلقه بموجب قانون النقد والتسليم. هو سلطه الرقابه على لجنه الرقابه على المصارف تحت سلطته، لجنه مكافحه تبييض الاموال تحت سلطته، ومجموعه من المؤسسات التابعه لمصرف لبنان هي تحت سلطته. صندوق النقد الدولي رح يجي يحط ايده على كل شيء، يعني رح يقلص له صلاحياته، لذلك هو ما بده اتفاق مع صندوق. ما زال هذه المآخذ معروفه وموجوده على الحاكم، يلام التيار الوطني الحر انه عم بحط شرط مش على يلام رئيس مش الحكومه يلام انه استبدال الحاكم؟ لا مش يلام. انا خلينا نقول انه البعض بيقول انه التيار الوطني الحر بده يشيل رياض سلامي ليجيب شخص لحاكم لمصرف لبنان يواليه. انا عم اقول لك اللي بسمعه، يمكن هذا احد اسباب انه ضد اقاله الحاكم في خلال الفتره المتبقيه. طيب يقترح اذا هذا هو السبب، ليش ما بيقترح رئيس الحكومه المكلف نجيب ميقاتي او حيالله حدا تاني اسم جدير بهذا المنصب وفعلا عنده كل الكفاءات والاختصاصات بالمبدأ لازم يصير هيك، وساعتها يجرب بس التيار الوطني الحر اذا هو بده شخص يولي ولا لا شخص كفو بهذا المنصب. بالمبدا لازم يصير هيك. بس من هو رياض سلامه؟ هو المنظومه، هو المنظومه واجهة المنظومه. من يحمي رياض سلامه؟ في كثيرين يحمون رياض سلامه، والا رياض سلامه ما كان من زمان فل، من اول من طرح تغييره ببدايه العهد كان يعني لافت بالتراشق المأخذ الكلامي. مثلا في مأخذ على التيار الوطني الحر وعلى رئيس الجمهوريه انه يا اخي طرح في بدايه العهد تغيير رياض سلامه، ليش رجعتوا مددتوا له؟ كمان ما في حدا عم يسأل، كمان ما كان في توافق سياسي حول هذا الموضوع. لذلك انا برايي اقاله رياض سلامه مش هالخطوه السهلة التنفيذ.
لأنه كمان إلى أبعادها الدولية كمان، يعني رياض سلامي كمان تعرفين من هو رياض سلامي بالنسبة إلى المؤسسات المالية الدولية وببعض العواصم القرار كمان. يعني هناك من يخشع يعني المواجهة مع أمريكا، يعني لدرجة واحد بشي بيظن أنه والله رياض سلامي أقوى من الجمهورية، أقوى من يعني بس في واقع، في واقع. شوف الأمريكان مرة وقت انطرح جديا بأحد المراحل إذا بتتذكري، انطرح جديا أنه يمكن التيار الوطني الحر، بعتقد الوزير جبران باسيل أو حدا حكي أنه بدنا، أو الغدعون، القاضي غدعون طرحت أنه لحتى يوقفوا ويوقفوا كذا. بسرعة البرق ذهبت سفيرة الأمريكية إلى عين التيني والتقت الرئيس نبيه بري لتحذر من إقالة رياض سلامة. يعني ما كمان بده واحد يشوف هذا، أنه الأمريكاني ليش متمسك؟ الأمريكاني بيقولوا أنه ما بعرف شو، الأمريكاني ماسك القرار المالي بلبنان، ماسك القطاع المصرفي، ماسك كل شيء. بعدين ما علي شيء يسمحونا الأمريكان. هلأ الرئيس بري يذعن يعني للقرارات الأمريكية؟ مش موضوع يزعن، بتشوف الامريكان هن ماسكين كل شيء، يعني بيمارسوا ضغوط على كل الناس، بيهدد، بيعملوا تهديدات لكل الناس. يعني ما في حدا من هذه الكبار القوم الا ما بيخاف على وضعه، يعني اذا سفقوه عقوبات مثلا قرش ما بيعود فيه يتحرك قرش اذا عنده مال برا، خصوصا اللي عنده مال برا. لذلك منا يعني موضوع رياض سلامي موضوع يتخطى الداخل، ولذلك هو بتلاقيه بيتصرف انه كانه مش فارقه معه، يعني لانه عارف عمين متكل، عارف عمين متكل. بس يعني الشغله اللي بتنقال عن الامريكان انه يا امريكا يا ولايات متحده امريكيه، يا لتسمين يسموك العالم انه انت عاصمه العالم الحر. طيب هل يعقل الولايات المتحده الامريكيه تمارس ما تمارسه بحق الشعب اللبناني؟ لم خليته يكون عنده ماء، ما تخليته يكون عنده كهرباء. هودي ادنى شيء انه الامريكان يخي شويه اخلاق، بس انه يا اخي بالاخلاق اذا واحد بيشفق على الثاني، اذا مرق من حد واحد ولاقيه ما بيقول له بيعرف بدنا طيب. بس ما لا كمان بيناقشوك انه بس وقفت يعني على الحصار الخارجي، ليش لا مش هيك؟ لحظه لاقول لك، الامريكان وقت اللي اثروا باللبنانيين، السيد حسن نصر الله طلع قصة المازوت الإيراني ومن المازوت الإيراني، طبت اجت على القصر الجمهوري عند رئيس الجمهورية السفيرة الأمريكية وخلص، وبدنا نجيب الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. صحيح. طيب قديش قلنا؟ وهلا بيجي بيرجع وزير الطاقة من مصر بيقول ناطرين الأمريكان، المصريين ناطرين الضوء الأخضر الأمريكي. طيب كيف يا أمريكا؟ أنت كيف بأي عين، بأي إنسانية شايف الشعب اللبناني عم ينشوي، عم ينشوي نحن يوميا بهيدا الحر وبهيدا شو بدك بالأسعار هذيك، إذا بيحكي واحد فيها خمس سنين ما بتخلص. بس على الأقل شوية إنسانية، إنه شو يعني بتعرفي شو عاملين الأمريكان؟ طالبين قال قصة انه يعني الهودي عاطينه لوزير الطاقة. طيب بس انا ما فهمت، عفوا يعني لو قطعتك، بس انا اللي ما عم بفهمه، اذا حضرتك مؤمن انه هناك حصار امريكي هو الذي يؤدي الى تجويع اللبنانيين، صح؟ ايه صح. عظيم. وحضرتك مؤمن انه رياض سلامه هو رجل الامريكيين الاول بالبلد، صح؟ فيك تفسر لي على اي اساس اذا يتمسك فيه الرئيس نبيه بري اللي هو مش موضوع الرئيس نبيه بري، في سياسي امريكي مش موضوع الرئيس نبيه بري، موضوع في سياسي امريكي مهيمنه، سياسي امريكي تمارس سياسه التهديد والوعيد بحق كل هؤلاء السياسيين. بس من يحمي رياض سلامه بالداخل؟ ما حدا حميه، بالداخل ما حدا حميه، حمينه الامريكان وبيعرفوا اي شخص بده يقوم ضده بده يقوموا عليه. يعني العقوبات مثلا ضد الوزير جبران باسيل، شو هذا؟ شو منشأة هذا؟ شو؟ جاهز جانب منا انه بده حط براسه بده يشيل رياض سلامه. عقوبات سياسيه يعني؟ سياسيه وغير سياسيه، ما بعرف اذا سياسيه، اذا في غير سياسيه ما بعرف، بس انه لا شو بك تكسر او تجبرها؟ ما بدنا نفهم برايك العقوبات على جبران باسيل هي عقوبات هي بالأساس سياسيه؟ ايه طبعا، لانه حركه طبعا سياسيه. ايه طبعا سياسيه، بس اذا في شيء انه ما بعرف انه شو، انا قاعد بجيبه العالم لا اعرف اذا واحد عنده اموال ولا ما اموال، بس انه بالمبدا هي عقوبات سياسيه. مش الامريكان هن ماسكين كل شيء بالبلد، الامريكان
عم اقول لك انه يا اخي على الحد الادنى لك بالانسانيه، انه خيا بتكونش يا اخي ما بدكم عاملين حمله شعواء على حزب الله وعلى الحلفاء وعلى ما بعرف شو. طب خي في ناس بالاخر، في ناس، شوفي حالتنا كيف، شوفي حالتنا كيف، شوفي كل بيت قديش عم يدفع بالشهر فاتوره كهرباء للمولدات، شوفي طيب انه هول الامريكان انه هن بيدعوا انه هن بيمارسوا الانسانيه بالعالم، اي انسانيه هذه؟ اي انسانيه؟ بس الامريكان ولا الفساد الداخلي هو يعني الفساد الداخلي؟ طيب الفساد الداخلي معروف وروايه كلها معروفه، بس انتم يا امريكان جيتوا تنطحتوا قلتوا بدكم تجيبوا الغاز وبدكم تجيبوا الكهرباء من الاردن. لك هيدا الشروط اللي حاطينهم، قال بده يتاكدوا اذا هودي الشركات الامريكان، اذا هو الشركات اللي بده يجيبوا الشغل اللي يجيبوا ما عليهم عقوبات، ما عليهم عقوبات. انا تسنى لي اطلعت على بعض الشروط، يعني لحتى يامن وزير الطاقه والمستندات بده 10 سنين ليامنوا المستندات اللي طالبينه الامريكان ليتاكدوا انه هذه الشركه ما في عليها عقوبات. طيب كيف هاي؟ يعني على الطريقه الاسرائيليه عفوا، اسرائيلي يعملوا اتفاقات اسلو، ما عملوا اتفاقات اسلو مع الفلسطينيين على اساس انه خلص هذا الاتفاق 1 2 3 4 اتفقوا، جينا على التنفيذ كل بند بده اتفاق، كل بند بالاتفاق بده اتفاق، وهيدي اللي تبع الامريكان هلا، قصه الامريكان الشروط اللي طالبينها كل شرط بده سنة لحتى واحد ينبذه. يعني برأيك نحن لا نزال بمرحلة الضغوط القصوى اللي تمارس على لبنان؟ نعم. لأيمتى؟ حتى نهاية هذا العهد؟ مش بالضروري، إذا صار اتفاق ترسيم حدود بفيينا على الملف النووي، إذا صار اتفاق سعودي إيراني يعني أعادوا فتح السفارات وتطبيع علاقات وكذا، بتخف علينا؟ إذا بتخف، إذا صار عادة سوريا على الجامعة العربية بالقمة المقبلة، هذه المسائل تنعكس إيجابا على لبنان. لأنه كمان الأمريكاني بجزء من ضغوطه على لبنان، مش ضد اللبناني بس، هو عم يضغط علينا ليصيب محل تاني مثل لعبة البلياردو. طيب قدام هذا المشهد بفهم منك أنه حضرتك منك متفائل بإمكان تشكيل حكومة. بهذا الوضع إذا بيستمر هيك، إذا مستمر الوضع هيك، ما في حكومة ساعتها شو بيصير؟ هل سيسمح رئيس الجمهورية أنه تنتقل الصلاحيات إلى حكومة تصريف أعمال؟ ما بيقدر رئيس الجمهورية ويختل التوازن بهذا الشكل؟ لا ما بيقدر رئيس الجمهورية، بده ينفذ الدستور رئيس الجمهورية، بده يغادر القصر الجمهوري إذا لم ينتخب رئيس. طبعا هو هيك قال، بده يغادر القصر الجمهوري. أنا مش هيك عم بسأل، أنا اللي عم بسأله فيه، عم ينحكى بهول اليومين عن إمكانية استقالة الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف أعمال، يعني اعتكاف. هي الحكومة مستقيلة، ما أصلا يعني اعتكاف. أنا سألت أحدهم قال لي شو الجو أول شيء، هذه الخطوة شو الجو منها؟ هيدي الخطوة هل هي جدية؟ هيدي في شغل، في ضغط حسب ما سرب انه تلويح بهذه الاستقاله هي للضغط في اتجاه تشكيل حكومه سريعه. ان شاء الله يكون هيك الموضوع، لانه اصلا يعني لو استقالوا، يعني لو استقالوا انه شو رح تحل القصه؟ ما اني مستقلين اصلا يعني، ما الوزراء عم بيصرفوا اعمال، حتى لو استقالوا دخي بدك تكفي تصرف اعمال، انه استنكف عن العمل، ما فيك تستنكف عن العمل، بيجي غيرك بيتولى الامور، اذا هو في بالحكومه وزراء الوزير بديل، بس ما بعتقد هذه مسوتي على سبيل الضغط بس ما اليوم بتوصل لحدود انه والله بيقعدوا ببيوتهم الشباب بده يشتغلوا. طيب شو الخطوات اللي ممكن تنعمل منعا لوصول المشهد السيناريو الكارثي اللي هو ما تشكل حكومه، تخلص ولايه الرئيس عون من دون انتخاب خلف له، تنتقل الصلاحيات إلى حكومة تصريف أعمال، وينفتح الجدل الدستوري على مصراعيه أنه هذه الحكومة قادرة تحكم ولا مش قادرة تحكم لأنه هذه حكومة تصريف أعمال؟ لكن أنا بدك رأيي، وحسب ما أقرأ المرة هذه الوضع مختلف، لن يتأخر تأليف رئيس انتخاب رئيس جمهورية، سينتخب رئيس جمهورية في فترة الشهرين، لأنه المناخ الدولي غير، المناخ الإقليمي غير، وضع البلد مختلف، يعني أيام تأخر انتخاب الرئيس عون سنتين وشوي، كان بعض الوضع بألف خير، الدولار بألف وخمسمية وما فيها، يعني ما حدا بيحمل التعطيل أصلا، ما حدا بيحمل هاي القصة. لذلك وإذا عم تلاحظ كل البيانات الدولية امبارح، حتى امبارح بيان مجلس الأمن، استعجلوا تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها. نعم. البيان الفرنسي شرحه، كل البيانات الدولية اللي عم تطلع عم تحكي بهذا الشيء. لذلك من الصعب أنه
يتأخر انتخاب رئيس الجمهورية، يعني خلال الشهرين هودي بدون كلام البطيارك الراحي كمان مؤشر كمان دائما عم يحكي على هذا الموضوع. هذا في معطيات. لا بغض النظر اذا البطريرك الراعي بموقفه قدر يعمل عامل ضغط ولا لا. لا بيعكس مناخ، يعني بس يحكي البطريرك بيعكس مناخ، عنده انطيناته لقطه شيء بتكون يعني يعني مش انه هذا بيشتغلوا دين بس، لا بيشتغلوا سياسي كمان شاطرين، يعني عندهم اتصالاتهم يعني. لا مثل كل الناس، مثل كل رجال الدين بكل الطوائف بهذا البلد طبعا. عم بقول لك انه نحن بنقول انه والله رجال الدين لازم يقعدوا ببيوتهم وما يتعاطوا بالسياسه وما كذا، هن اكثر ناس بيتعاطوا بالسياسه هن رجال الدين. بس اليوم قدام هذا المشهد الاقليمي اللي حتى اللحظه لا يزال مقفل، حضرتك ذكرت اتفاق فيينا، ذكرت المفاوضات السعوديه الايرانيه، لليوم ما في خرق جدي بولا ملف من هودي الملفات. طالما صورة المنطقة منا واضحة، وطالما أيضا التوازنات الداخلية مختلة، يعني مجلس النواب الجديد ما في أكترية واضحة، في أكترية متحركة على القطعة، النواب الجدد ما بنعرف وين بيكونوا، التحالف ما كان يعرف ب 14 أدار كل يوم مطرح وعم يتشتت، تحالف 8 أدار نفس الشيء. قدام هذا المشهد كله كيف شايف أنه ممكن خلال المهلة الدستورية انتخاب رئيس؟ يعني الظروف بدها تفرض هذا الموضوع، الظروف الدولية والداخلية بدها تفرض هذا الموضوع، لازم يصير انتخاب رئيس، ما بيجوز يتأخر، خصوصا لأنه هذه الظروف برجع بقول لك ليش في اتفاق على طبيعة أو شخصية هذا الرئيس، مواصفات هذا الرئيس، يعني يفترض أنه المجتمع المدني عم بيقولوا بده رئيس اختصاصي، طيب اختصاصي بشو؟ شو يعني رئيس جمهورية اختصاصي؟ رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون الراعي الصالح بكل المؤسسات، يعني الرئيس بيكون على مسافة واحدة من الجميع بالإجمال، يعني بالمبدأ حسب الطائف أنه رئيس الجمهورية بده يكون مجمع عليه. يعني ونحن بلبنان نادرا ما صارت انتخابات أنه تنافس فيها اثنين على رئاسة الجمهورية، أيام الله يرحمه ولو أيام الله يرحمه صوت عم بقول لك صوت بيو وزير غازي زعيتر محمد دعاس زعيتر هو اللي نجح الرئيس سليمان فرنجي. نعم. هذه حسب ما بذكر يعني، وفي يعني صارت بس انه بالاجمال عاده بلبنان بصير هيصه وطبخه وكذا، بيتفقوا بالداخل على كذا اسم او بينطرح كذا اسم، الخارج بيجي بيختار واحد من هودي، الخارج ما بيقدر يفرض عليهم يعني بده. بس انتخاب الرئيس عون ما كسر هذه المعادله، يعني الرئيس عون اللي اجى بعدم رضا خارجي. لا اجى برضا خارجي. لو ما في رضا، لو ما في رضا خارجي كان بعدنا بازمه. كان في رضا خارجي على انتخاب الرئيس عون وعشنا كل هذه الازمات وقت اللي انتخب؟ ايه وقت اللي انتخب. ايه يعني شو معنى انه والله كان الرئيس سعد الحريري مرشح الاستاذ سليمان فرنجي وقتها، شوي بعد اسبوع بيغير بيقول رشحنا ميشيل عون مع حفظ الالقاب، وبيطلع الدكتور سمير جعجع بيقول رشحنا رئيس ميشيل عون، العماد ميشيل عون مشاك وهودي كانوا على نقيض يعني. ايه بس مع فرق اشهر يعني بكانون الثاني اذا ماني غلطان. انا بدك رايي في شهر عسل، في شهر عسل مرقت فيه ولايه الرئيس عون، هي اول سنه بعد حادثة الرئيس سعد الحريري استقالته من المملكه العربيه السعوديه، تغير كل المناخ منذ ذلك الوقت، عرفت كيف؟ واضح. قدام هذا المشهد، الدور السعودي بانتخابات الرئاسة، الدور الإيراني، الدور الأمريكي، أي رئيس ممكن أن يصل؟ اليوم عم ينحكى في اسمين هيك متقدمين بينحكى كتير عنهم، ما بعرف إذا متقدمين، في اسم سليمان فرنجية وفي اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. إجمالا هن الاسمين المطروحين أكثر شيء. بس اليوم في فريق بالبلد عم بيقول نحن بدنا حدا اختصاصي، يعني نواب المجتمع المدني. في فريق عم بيقول انه بدنا رئيس على من مواصفات الرئيس سليمان السركيس، التكيل انه بيقبل الكل، بيقدر يدور زوايا مع الكل وكذا. بس لا، بعتقد هودي الشخصين الوزير الفرنجي والعماد عون جوزيف عون هودي الاكثر اسمين عم ينحكى فيهم، لا يعمل يعني حكى فيهم، لانه اثنيناتهم اسمين انتخاب اي واحد منهم سيكون عنوان لوضع اقليمي معين طبعا، اقليمي ودولي معين.
معلش هلا نحن الامور عم شوي شوي الامور عم تتضح اكثر، كل ما قربنا لتشرين لنوصل للقمه العربيه كل ما الامور عم تتضح اكثر، وكل ما القصص عم تتعلق بموضوع. هلا مثلا في يقال انه في وفد ايراني بعمان بعد المفاوضات اللي صارت بقطر بين الامريكان غير مباشره بين الامريكان والايرانيين، في وفد بقطر في بعمان هلا عم. وبعدين الرئيس بايدن بده يعمل اتفاق، ما في ما يعمل اتفاق يعني قبل الانتخابات النصفية بده ينجز هذا الاتفاق، خصوصا انه هو كان عراب هذا الاتفاق، هو مهندس الاتفاق النووي مع ايران، فما بيقدر الا ما يوصل لاتفاق. لا يوصل هو كمان مع اتفاق بده يصير يتغير المناخ يتحول الى مزيد من الايجابية بين ايران والمملكة العربية السعودية، وهذا بيفتح الباب بموضوع انه حرب اليمن ربما تكون دخلت في مرحلة نهايتها. يعني هذا الشيء يقوي حظوظ سليمان فرنجية على حساب قائد الجيش. بعتقد البعض بيقول هيك انه الوزير فرنجية يعني بعلاقاته العربية المقبولة بيقدر يلعب دور انه يكون هو عنوان لهذه التسويات الإقليمية، انه هو علاقته مع سوريا علاقه ممتازه، علاقته مع السعوديه علاقه ممتازه. ولا تنسي انه وقت اللي رشحوا الرئيس سعد الحريري ما رشحوا من هوا، كانوا السعوديين قبلانين فيه وقتها، وعلاقته مع ايران علاقه ممتازه، علاقته مع الفرنسيين ممتازه، وعند الامريكان ما عنده مشكله، ما لاحظت انا انه في عنده مشكله مع الامريكان. ليه؟ ما هو حليف حزب الله كمان. وان كان بالسياسه هلا عندهم مشكله مع ميشيل عون لانه حليف حزب الله، بس ما عندهم مشكله مع سليمان فرنجيه وان كان ايضا حليف حزب الله. الرئيس ميشيل عون مختلف وضعه عن بشو؟ بالتجربه اللي مرقوا فيها، التجربه اللي مرق فيها هو بعهده اتخذ مواقف ما عجبتهم، هن اعتبروها انه في وجود يعني دغلي. سليمان فرنجيه يخضع؟ مش يخضع، مش ضروري يخضع، لا مش بيساير يعني مش ولا بيساير، لا المرحلة تقتضي لأنه يكون بمحل بيقدر يعني يدور زوايا ويدور مع الجميع، مش يخضع لا. تقولي بالمبدأ رئيس الجمهورية بلبنان وبأي دولة بالعالم، بس في مشكلة تتعلق، لا ينبغي أن يخضع لأحد، لازم يكون بيخضع لإرادة الشعب اللبناني. بس في مشكلة تتعلق بسليمان فرنجية، هيدي انه يعني حيثيته الشعبية هي شوي محصورة جغرافيا، محصورة عدليا. الرئيس الياس سركيس الله يرحمه شو بس خلاص مش طوينا الزمن على الرؤساء الذين لا يمثلون. سعيدي هؤلاء المسائل بك سعيديهم. الرئيس الياس سركيس الله يرحمه ما كان عنده القاعدة الشعبية انتخب رئيس جمهورية، لا لانه المرحلة اختبت شخصية مثله. هل يستطيع ان يحكم رئيس جمهورية اصلا هو اعزل من الصلاحيات، جردت صلاحياته؟ هل يستطيع ان يحكم من دون ما يكون عنده كتلة وازنة برلمانية؟ وهذه يمكن حكيها معك قبل اللقاء، مش صحيح ابدا انه رئيس الجمهورية اعزل من الصلاحيات، بدليل هلا تأليف الحكومة رئيس نجيب فيها الصلاحية. لحظة لا لا بس لا 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 انتبه وقت اللي شالت، برجع بحكي لك، شالت القصة حقوق الطائفة المارونية الكريمة موجودة بمشاركتها فعالة بالسلطة التنفيذية، يعني وقت صار مجلس وزراء سلطة جامعة، مش معناتها أنه والله المواطن ما عادش إلهم دور بلبنان يا أستاذ، مش معناتها أنه رئيس الجمهورية ما عادش إلهم دور بلبنان. بعد اللبنانيين ما نسيوا طلع الرئيس نبيه بري، بس عفوا بس خليني أذكرك بشغلة بعد ما نسينا تصريح الرئيس بري من كم شهر لما رد على قصر بعبدة وقال له ما بحق لك بالدستور تختار ولو وزير واحد لرئيس الجمهورية، قيل هذا الكلام. أنا بقول لك شغلة، أنا رح أقول لك شغلة. أول شيء بالمبدأ الدستور بيقول انه رئيس المكلف بيقدم تشكيل رئيس حكومه بيتفاهموا وياه عليها، اذا ما تفاهموا عليها خلص بيتحمل مسؤوليه الرئيس المكلف انه اخترت هذا الفريق العمل وبروح نجح. يعني رئيس جمهوريه مش باش كاتب، لا انتبهي، بيمارس دوره الحكم بهذه الحاله، بيمارس دوره الحكم انه انت خيي بدك لقيت هالفريق لك هذا رح يعمل هالمهمات 1 2 3 قادر، بيقول له رئيس المكلف ايه، بيقول له 7 بركات تتحمل انت المسؤوليه. ساعتها مجلس النواب هو الذي يحاسب الرئيس المكلف، رئيس والحكومه. بس هذا في نحن شغله ناقصه بهذا الدستور عندنا،
وشغلة إصلاحية أساسية لازم تكون، اللي هي فصل النيابة عن الوزارة. فصل انت بتعملي فصل نيابي عن الوزاره، ساعتها ايه بقول لك انه رئيس المكلف هو بيعمل الحكومه، بس طولنا هلا نحن ببلد توافق، لا مضطر هلا بده يتفاهم مع رئيس الجمهوريه. هلا مضطر يتفاهم بهذا الوضع لانه ما فيش فصل بين النيابي عن الوزاره. لانه هيك الدستور بيقول، مش لانه هو يعني لا كرم اخلاق، لا هيك الدستور لا بيقول. لا لا الدستور في شراكه بين الرجلين. ما عم اقول لك اوكي، بس في محل معين اذا اصر الرئيس المكلف بيقول له، في يقول له رئيس الجمهورية خي خلص انت حابب هالفريق خلص روح، انت بتحمل مسؤولية، بتحمله التبعات، مش انه والله لا ما بدي كذا، لا في يقول له خي انت بتتحمل المسؤولية. طيب ترجع معك شوي لانتخابات الرئاسية، برأيك اليوم مرشح حزب الله، مرشح الثنائي الشيعي هو سليمان فرنجية، وين جبران باسيل من هذه المعادلة؟ جبران باسيل اللي هو لا يزال كراسته الانتخابات الأخيرة رئيس أكبر كتلة أنا مسيحية. أنا بعتقد الثنائي الشيعي لم يحدد أي خيار بعد بهذا الموضوع، ويمكن بعتقد بوقته بيتبين هذا الموضوع. هلأ يعني في شهرين، بعد ثلاثة أشهر، في ثلاثة أشهر في حظوظ لجبران باسيل هو اللي عليه عقوبات أنا أمريكية. أنا رأيي الشخصي لا، ما له حظوظ، ما له حظوظ، مش لما ليس رئيس، رغم أنه هو رئيس أكبر كتلة مسيحية نيابية. إيه ما له حظوظ، بدك تشوفي، لأنه أشوفي كمية يعني مثلا في عندك فريق ضده، في عندك فريق ضده، يعني القوة اللبنانية مستحيل ينتخبوه، وكمان ضد سليمان فرنجي. لا ايه كمان ضد سليمان فرنجي، بس سليمان فرنجي في اخرين معه. مين يعني اخرين؟ يعني عندك المستقبل، نواب المستقبل، جماعة المستقبل، الثنائي بيعطيه بالاخر، يعني بالاخر الثنائي شيء بيعطيه طبعا، وحتى جزء من المستقلين بيعطيه كمان. ايه طبعا بيعطوه. نواب التغييريين او نواب المجتمع المدني بدهم يصوتوا لسليمان فرنجي برئاسة الجمهورية؟ في ليكي هودي جماعة التغيير، معلش خلينا ندقق شوي فيهم، هودي أيه. مش كلهم على نفس الموقف. واثبت طبعا ذلك، واثبت ذلك الانتخابات، رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس وانتخاب امين السر الاستاذ ألان عون. كل أكترية انتخبت واحد، ما كانوا أكترية واحدة اللي انتخبوا ثلاثة. معناتها أنه هود التغييرين في فريق منه لا يتماهى مع اللي بيسموهم منظومة، أو بيتماهى بالموقف معه. حلو. لذلك الأكترية بالمجلس النيابي يعني خدع الشعب اللبناني، أكترية بس متنقلة بس يعني خدع الشعب اللبناني. الناس اللي صوتت لنواب التغيير على أساس هن ضد السلطة وضد كلهم، يعني كلهم وهن ضد المنظومة، خدعوا بناء على الشيء اللي عم تقوله. ايه لقلك شغلة، ما هو المشكلة انه وقت بلشت ثورة 17-20 اول اسبوعين نعم كان سمن وعسل، وفعلا كل اللي نزلوا على الشارع كلهم جماعة من المقهورين يعني المعاناة عندهم، معاناة حقيقية، يعني ناس صادقين اللي نزلوا على الشارع. طيب بعد أسبوعين ثلاثة فاتت السفرات وفاتت أحزاب عليهم، وين كانوا؟ شوفوا وين صاروا. نعم. مع ذلك يا خي يقال يا خي وصلوا، طلع له 13 نائب بالبرلمان. طيب ما شفنا لحديت هلأ إلهم، ما شفنا إلهم برنامج، ما شفنا إلهم كتلة، هلا عم بيحاولوا يركبوا كتلة إلهم أو كذا، ومش كلهم كمان، بعدين صاروا توزعوا على كذا محل، عرفت كيف؟ بس بدك تقولي لي إنه طب خيال أوكي خلي يكون المجلس فيها التنوع، مش غلط، شرط ما يحمل معه بذور التعطيل هالتنوع. مش غلط أبدا. يعني بالعكس لازم أي موالاة تفرح أنه يكون في عندها معارضة بوجهها. طيب تأرجع معك شوي تخلص من الملف الرئاسي تنتقل لملف ترسيم الحدود، لأنه يبدو في كتير تطورات متسارعة بهذا الملف، ناطرين زيارة للوسيط الأمريكي هلأ بنحكي فيها. بس قبل كيف يقرأ حزب الله برأيك وصول قائد الجيش أو طرح اسم قائد الجيش للرئاسة؟ صحيح في حساسية كبيرة بين الطرفين، صحيح أنه حزب الله لا يرضى أبدا بالعماد عون. أنا معلوماتي كأعلامي لا منيحة بين الطرفين، ما في، بالعكس ما يعني في تنسيق وفي مقاومة، في إشياء بتصير بينه وبين الجيش، يعني ما بعتقد. وأصلا الحزب معروف موقفه من الجيش، يعني دايما بيأكد عليه الموضوع بخطاباته وكذا،
والامر كذلك الامر بالنسبه لقائد الجيش، قائد الجيش كمان ينظر نظره احترام وتقدير للحزب. بس البعض بيقول انه حزب الله ينظر الى قائد الجيش كاحد رجال الامريكيين بالبلد. انا هون عم بنقل التوصيف، ما عم هلا يعني أنا البعض بيحكي هذا الحكي، بس انه بالاخر هذا قائد الجيش اللبناني بالاخر. يعني اليك انه بصير نحكي احيانا اشياء انه طيب انه قائد الجيش، طيب ما هذا العسكر والجيش اللبناني، القوات المسلحة اللبنانية. نعم. ما هي خاضعة لسلطة مجلس الوزراء. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء، مش هيك؟ هذا النص الدستور. نعم. بعدين قائد الجيش بنفذ قرارات السلطة السياسية، وراجع يا أخي طبقته بيقول نحن شو بتقرر السلطة السياسية؟ ولا مرة يعني الجيش اللبناني ما في يعمل قائد الجيش أو حدا والله يفكر أنا بعمل انقلاب، ما بيقدر يعمل انقلاب. أصلاً تكوينة الجيش اللبناني هي تكوينة توافقية، تكوينة فيها كل تلوين لبنان، فيها كل الطوائف وكل العالم، وهذه المؤسسة الوحيدة اللي بعدها ضمان السلم الأهلي بالبلد. طبعاً يعني حاولوا كتير، في ناس حاولوا كتير أنه يسيئوا إلى أو يسيئوا لوحدتها، بالعكس بعدها متماسكة. والعماد عون عم يلعب دور كتير ممتاز بهذا الموضوع، فما بتقد في عنده مشكلة مع حزب الله أو مع الآخرين. ليش بيكون عنده مشكلة؟ يعني مؤسسة عم بيقود مؤسسة من النوع بين فرنجية، صمام أمان السلم الأهلي. بين فرنجية والعماد عون مين برأيك حظوظه اليوم متقدمة على الآخر؟ وين سمير جعجع من هذه المعادلة اللي هو قال أنا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية؟ ايه هو مرشح طبيعي، بيحكي أنه أنا مرشح طبيعي باعتقاد على اعتبار أنه هو بيعتبر حاله أنه هو رئيس أكبر، عنده أكبر كتلة مسيحية، طبيعي يقول أنه أنا مرشح طبيعي. لكن هل هناك ظروف موضوعية، ظروف سياسية تسمح للدكتور جعجع بالوصول إلى رئاسة الجمهورية؟ أنا ما بشوف في له ظروف. ليه؟ لأنه ما فيش إجماع عليه، فيش إجماع عليه، في يعني في خلافات سياسية عميقة بينه وبين قوى سياسية، عرفت كيف؟ في تحالفات داخلية وخارجية، هني هو والآخرين وكذا، يعني ما بيلتقوا، ما إيه بس مش بها السهولة. بس منا مرحلته دكتور جعجع على يوصل إلى الجمهورية. بس اليوم وكأنه عم نرجع نلمس عودة سعودية إلى لبنان بدليل القرار الأخير. واليوم لما بنحكي عن عودة سعودية، من هو الأكثر تفضيلا لدى السعوديين؟ سمير جعجع. أنا اللي بعرفه، هلا بتقولي أنت هيك، وبقول أنا، بس أنا اللي بعرفه إنه السعوديين بالآخر عندهم طموح إنه يعملوا علاقات مع كل القوى السياسية في لبنان ومع كل فئات الشعب اللبناني، وإني أصلاً تاريخياً السعوديين بنوا علاقات مع كل الطوائف ومع كل العائلات السياسية حتى بلبنان، لتاريخ اليوم هذه موجودة. نعم. حتى يعني علاقة مع الفرنجية كمان في علاقة تاريخية. طبعاً. يعني السعوديين مع آل إسلام، مع هاي العائلات كلها من زمان وجاي. يعني ما بعتقد انه السعوديين بيوصلوا لمحل يقولوا انه والله هودي هالقد حصتنا بلبنان. ما في غيرهم بالسابق عمل هاي القصة، ما نجحت معه. ما بعتقد السعودي بيفكر انه والله انا حصي بلبنان فلان او هو هالمجموعة. نعم. بالعكس، طالما انه هن عندهم طموح انه يعملوا علاقات، وخصوصا هلا انه هذه العلاقات عم تمرق بمرحله جديده، في تغييرات وفي اشياء، عرفت كيف؟ على مستوى هني عندهم تغيير بالمملكه 20-30، ويعني هذه الى يعني المملكه 20-30 تفرض على المملكه تعيد النظر باعاده تنظيم علاقاتها، او ترجع تنظم علاقاتها الخارجيه مع العرب ومع غير العرب. نعم. فمن مصلحتهم انه يكون علاقه مع كل اللبنانيين. هلا امسابي عندهم مشكله مع بعض الافرقاء السياسيين، طيب ما هذه بكره هذه بتنحل، هاي القصه توقف قصه اليمن، تنحل الازمه، يصير في حوار عربي ايراني او سعودي ايراني، يعني يوصل هذا الحوار جاي لا لا ايه. كله هذا تنخفض السقوف، كله بينحل، يعني ما في مشكله. ما نحن معودين بلبنان، لبنان دائما لبنان هو مرآة تعكس ما في هذا الشرق، من البحر المتوسط لتوصل الى حد يمكن لحد روسيا، عرفت كيف؟ فوقت اللي بيصير فيه يكون المناخات ممتازه بيكون لبنان باحلى حالاته، وقت بتخرب العلاقات بين الدول بالمنطقه
ندفع الثمن نحن هون. عظيم. اخر ملف بدي نحكي فيه هو ملف ترسيم الحدود، خاصة انه هذا الملف ممكن يرخي بظلاله على كل الملفات الاخرى من الحكومة وصولا الى الرئاسة وما بعد هو أهم الرئاسة. ملف. هو اهم ملف هذا لحتى تنقذ لبنان. لحتى تنقذ. هلا بيقول لي واحد انه والله يا اخي كيف بتقول هذا الحكي؟ لك ما بدهم شي 7-8 سنين لحتى لا، لبنان من اول يوم يصير اتفاق هلا وتبلش الشركات تنقي بتجي مليون شركه مليون كذا بتجي بتعمل عقود مسبقه معك. طبعا طبعا هيدا مش بالضروري ينطر لبنان 10 سنين ليستفيد، بيستفيد من هلا بيستفيد 100%. هيدا المشهد اللي كل اللبنانيين ناطرينه ومعولين عليه، هيدي الثروه الوطنيه اللي تخص كل اللبنانيين. اليوم في معلومات صحفيه تتحدث انه أموس هوكستين الوسيط الامريكي هو جاي مع الرئيس الامريكي بزيارته الشرق اوسطيه. جزء من الحاجه بده يحكوا بالطاقه طبعا ولكن رح يكون عنده لقاءات جانبيه باسرائيل تتعلق حصرا بموضوع ترسيم الحدود. شو الجو بالنسبه لهيدا الاتفاق؟ هل من الممكن انجاز الاتفاق خاصه انه في واضح انه في استعجال امريكي اسرائيلي على هذا الاتفاق؟ الامريكان بدهم اتفاق بس كمان لبنان ما بيقدر يعني يتاخذ بالعجل الامريكي، ما بده يعرف لبنان اي مخدي بده ينام، يعني شو بيطلع له لبنان يعني. هلا كنا بالاول عم يحكوا بالخط 29 وانا برايي هون الجانب اللبناني غلط وقت اللي بيقول انه هذا خط تفاوض. لا ما تقول هذا الحكي كان بتكشف وراءك، يمكن يكون خط تفاوض يمكن ويمكن ما يكون، بس اذا كان حتى لو كان خط تفاوض ما بتكشف وراءك، انت بتروح بتقول ساعتها الاسرائيلي بيقول لك ساعتها انه انت معناتها مش معترف بالخط 29 بس يعني. واضح انه اخذنا 23 بلس بحسب اللي تسرب واللي نقل هذا الحكي. بس انا مثل توما ما بلمس ما بصدق الا لألمس، بس يجي عموس هوكشتاين على لبنان ويقول لهم هذا الرد الاسرائيلي على المقترح اللبناني ساعتها بنعرف نبني على شيء. هلا تبلغ لبنان الرد الاسرائيلي، الرئيس عون بحسب ما قيل يطالب انه يكون كل شيء مكتوب خطيا هذا الرد خطيا. لا بس كمان في شغله تانية، طيب اذا عم اذا صح ما يقيل انه قانم ابي الكريش طيب في خلي قدمون خلي يشوفون يا اخي في موجود شيء بهذا الحقل قانا في مخزون نفطي يوازي كريش كبير بيوازي كريش يعني ما كمان هلا المصوحات عم بتقول سمك بحر مثل واحد ياخذ سمك ببحر. لا بس في مصوحات انعملت من قبل وزاره الطاقه واجت الشركات وعملتها بوقت التحضير لهذا الملف من 10 سنين وقت بلش ينحكى بهالملف، بحسب المصوحات يقال انه الثروه واعده جدا بحق القانون ان شاء الله. والا ليش اليوم الاسرائيلي لو ما هذه الثروه فعلا موجوده اليوم الاسرائيلي ما سلم بحق القانون، بعده مصر انه يكون في بحسب المعلومات شركه تتقاسم الارباح بيننا وبينه. ايه بس بدنا ما كمان ما يكون عم ببيعنا فوفايش كمان، يعني قلنا انه يتظاهر انه هو والله ما بده وكذا انه يحيينا انه والله موجود وكذا وبالاخر يطلع فوفايش، يعني يطلع الثروه اذا في ثروه يكون قليله جدا. هو الأصول المبدأ لازم يكون بين 23 و 29 حصة لبنان، يعني لازم يكون للبنان جزء من كريش بأي شكل من الأشكال، لازم يكون في له حصة لبنان بكريش ساعتها. هي إذا اعتمدنا الخط 29 بس ممكن ناخد حصة من كريش، لأنه نحن لم نعرف بخرائط البحار وكذا، بس من الخرائط اللي عم نشوفها من المادة 57 ما بعرف شو هي تبع أنه البحار ما بعرف شو ما بعرف أي مادة انه لا يا اخي في شيء واضح انه يعني كل ساعه واحد بيتزاكى بيعمل ساعه بيعملوا لنا الخط هيك ساعه بيعلوه هيك. طيب يا اخي في خط مستقيم ولا كيف على اي اساس بيستعمل هذا الخط؟ برايك ممكن يخلص هذا الملف بهذا العهد؟ على اي اساس بيروح مستقيم ولا بيبرم برم ولا كيف في قانون البحار؟ ايه حسب موجود. الجزيره تخلات اذا اهدينا الى تاثير ولا ما الى تاثير؟ ما يعيشونا باوهام، بدنا شيء ياكد فعليا في ثروات فعليه استراتيجيه بحق القناة. هذا السؤال. برايك ممكن انجاز هذا الملف بعهد الرئيس عون؟ لانه بظل الاستعجال الامريكي اليوم زياره جو بايدن منا تفصيل للمنطقه، زياره الرئيس الامريكي هدفها انه نشوف بديل عن الغاز الروسي، مشان هيك هالملف انوضع على نار حامية. كان في حكي انه بهذا الشهر بشهر اب المفاوضات وبيقالوا للاتفاق، في حكي هذا الحكي وقت اللي اجى أموس هوكشتاين
وصار في حكي، وبعد ما راح صار الحكي انه بصير المفاوضات بأب وبيقولوا بصير توقيع. مسيرات حزب الله خدمت هذا الملف ولا اضرته؟ لا بالعكس بقول خدمت، لانه كمان ما فيك تقول يعني خلي الاسرائيلي يشعر كمان انه خي إيه، انه اذا انت بدك تطلع انت غاز ونحن قاعدين عم نتفرج عليك، ما 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 في عداله بهذا الموضوع، ما في عداله. بيان نجيب مئاتي يعبر برايك عن موقف الدوله الرسمي بهذا الموضوع؟ لانه لا يعني لهلا رئيس الجمهوريه ما طلع موقف، انه هذا الموقف لازم يطلع عن مجلس وزراء، بس كونه ما فيش مجلس وزراء فرئيس الحكومه تصدى للموضوع مع وزير الخارجيه. لكن هلا في ناس اخذوا عليه هذا الموقف وفي ناس انه تفهموا، صار اتصالات حزب الله شو عامل؟ ايه صار اتصالات بالمبارح، صار في توضيح للامور. انه كان نجيب مئاتي وضح هو يعني حكي وهن حكي وحكي معهم يعني حكي ايه؟ وصار في توضيح للمسائل، وانه بالاخر ما هو شو التوضيح حكي شو التوضيح اللي قدمه بهمنا نعرف؟ بيقول انه لبنان متمسك بالمفاوضات ومتمسك بالوساطه الامريكيه يعني بمحل معين. هلا ما بعرف، البعض بيقولوا غلط، البعض الاخر بيقول لك لا انه اخي كان لازم يطلع هذا الموقف على عين الامريكان والكذا لحتى ما الاسرائيلي ياخذها حجه، وبعدين طلعت خبريه عم ببيع على نجيب مئاتي للامريكان. لا في خبريه تانية هلا بعرف قديش صحتها، انه صار في تلقى لبنان تهديد بانه الاسرائيليين والامريكان يمكن انه بده يمنعوا اي باخره تحمل نفط ومحروقات على لبنان، انه اذا هذا انه في تهديد صار بهذا المعنى. فيمكن يكون الرئيس مئاتي تهيب بهذا الموقف. بس البعض بيقول انه الرئيس مئاتي عفوا على التعبير كذب على الناس بهذا الموقف، لانه بمجالسه الخاصه نقل عنه انه صار في تواصل بينه وبين حزب الله، ونقل كلام عن لسانه انه هو بيعتبر انه لا منيح اللي صارت هيدي قصه المسيرات وهي بتفيدنا، بس نحن مضطرين نطلع هيك موقف كرمال الامريكان. ممكن ايش يعني حلو. الامريكاني حلو. الامريكاني بمحل معين كمان بده، هلا الامريكاني ما بيعرف انه الاسرائيلي عملها، بيعرف انه عملها، بس وقت بيطلع موقف من لبنان هيك انه اوكي ماشي الحال. حزب الله كيف تلقى هالموقف؟ بالبدايه بعتقد ما كان راضي على بدايه، بعد ما سمع التوضيحات بعتقد اقتنع، بس بالبدايه ما كان راضي على الموقف. شو التوضيح يعني شو اللي قدمه مئات يعني توضيح؟ انه هذه الظروف فرضت هيك. حلو. انه بس انه بالاخر في توافق انه بمحل معين هيدي المسيرات باللي عملته يعني جعلت اسرائيل تفهم رساله جديه. انه بالاخر لبنان مش متروك، منه ضعيف لبنان لحتى انت تقرري وتاخذي اللي بدك اياه وتطلع الغاز ولبنان قاعد عم يتفرج. واضح. هذه الرساله الاساسيه. وهون بيعتقد الرئيس مئاتي تفهمها هذه القصه كمان. قصه المسيرات سرعت من هذا الملف؟ ايه سرعت وراح تسرع اكثر. لانه اذا لاحظتي عشرات الاتصالات عملها هوكشتاين بعد ما صارت المسيرات، لاخر لفجر هذا النهار لفجر ثاني يوم اتصالات مع بيروت وكذا وكيف ومين والسلطه إلى علاقه ومعه الخبر ولا ما معه الخبر، صار يفوت بهي التفاصيل. ايه؟ يعني انه الدوله اللبنانيه مع الخبر كان مع خبر الدوله اللبنانيه. انا برايي ايه مع خبر. رئيس الجمهوريه كان على علم بهذه المسيرات. بعتقد لازم يكونوا كلهم معه خبر. انا بدكش تصدقيني بس صدقيني. يعني حزب الله ما تصرف من تلقاء نفسه، وضع المعنيين تحديدا رئيس الجمهورية بهذا الملف. ما تصرفوا من تلقاء نفسهم، لأنه هون مستغرب يعني حزب الله مش لما بده. على الأقل في جهات ما في الدولة اللبنانية وحيطت علما بالموضوع. لأنه هون أخذ على حزب الله أنه ما فيك أنت تقول أنه نحن خلف الدولة اللبنانية وشو بتقرروا الدولة اللبنانية بنمشي فيه، ترجع تطلع مسيرات. أنت هذا الموضوع مش قالنا خلف الدولة اللبنانية، لأنه قال خلف الدولة، مستحيل يعمل شغلة حزب الله بعد ما قال هذه الكلمة بدون تنسيق مع الدولة اللبنانية. عظيم. بدي موقف وليد جنبلاط
كان مفاجئ شوي بموضوع المسيرات، يعني وليد جنبلاط اللي دافع إلى حد ما عن موضوع المسيرات. وليد جنبلاط مع حظ الألقاب مع احترام والتقدير عم يعمل إعادة تموضع سياسي جديدة، يعني عم يقرأ المرحلة الجاية بأبعادها العربية والدولية. يعني بداية غزل لحزب الله لترتيب العلاقة بيناتهم من بعد كل الهجوم على الحزب؟ ايه ممكن. ايه حلو. ايه خلصت الانتخابات. ايه ويعني ودائما حصل مسائل، اذا بتسعر حصل اشياء اكبر من هيك ورتبوا الامور، يعني دائما في محل معين في تفهم لخصوصية والجنبات عند حزب الله وعند الاخرين. لذلك بتلاقيه انه دائما بضل حريص على العلاقه مع الرئيس نبيه بري الوقت اللي بيكون على علاقه مش منيحه مع الحزب، بس كان دائما هو بيعرف انه الرئيس بري بمكان ما كمان هو بيقدر يساهم باعاده ال. بدي اختم معك بهذا الملف بسؤال اخير. كل شيء صار خلال هذا العهد ممكن يختتم بانجاز بحجم انجاز ملف الترسيم؟ لازم يصير، بس اللي عمل حيصار. نرجع منقول ما في طرف الوقت، ما في طرف عال الوقت. عال بس قصدي اليوم حضرتك كل الحلقة عم تحكي عن حصار أمريكي على لبنان. اللي عمل هذا الحصار على اللبنانيين وعلى العهد بشكل أساسي بده يقدم له بآخر كم شهر قصة ملف الترسيم ولا لا في براغماتية أمريكية؟ الأمريكاني مصداقيته أمام اللبنانيين تحديدا على المحك هلا بيتأثر، نحن بيسأل عنا ما بيسأل عنا موضوع تاني، بس أمام العالم كله شايف الأمريكاني مكشوف شو عم يتعاطى بلبنان. والأمريكاني معروف شو قديش له علاقة بهذا الأمور اللي وصلت إلى البلد والضغوط اللي مارسها، معلش يعني حكي واحد بيقولوا انه هذا ضد الامريكان، لا مش في وقائع، نحن بنتعاطى كصحفيين بالوقائع، ما بنتعاطى بانه اخذين موقف سياسي، ما نحن عم نشوف الامريكان، عم اقول لك واضح انه اذا جيت قلت انه والله الامريكان تاخروا بموضوع التامين يعني المساعده بتامين الغاز لا. المصري وتامين الكهرباء، طيب ما انا واضح مبين انه تاخروا لا. ما كانوا اساس مستعجلين، طيب انه بدها هلا بدها قصة لنشوف بقانون ايسر وما قانون، طيب ما 50 مره صاروا قالوا انه تخطينا قانون ايسر مشان لبنان، طيب شو ليش ما وصل الغاز؟ ليش ما وصلت الكهرباء الاردنيه؟ واضح معناتها انه الامريكاني بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا عما وصل اليه البلد. واضح، انا بدي اشكرك كثير على حضورك معنا استاذ طارق ترشيشي مدير تحرير صحيفه الجمهوريه، شكرا لك، ينعاد عليك بعيد الاضحى، خلي لك عائلتك ومن خلالك اكيد بنعيد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا. مشاهدينا نحن وقتنا انتهى، الى اللقاء. اعياد اللبنانيين وحده بكل الحالات يعني اكيد، يعني ما حدا بيشعر انه والله بيعيد لحاله، بحس يعني انه فعلا هذا البلد هذه حلاوه لبنان. لبنان يعني بعد فيها الشغلة، هذا التنوع التنوع الحضاري الديني اللي فيه، وانتبه الدين شيء والسياسي شيء. ينعاد عليك من جديد وشكرا كثير لك. مشاهدينا الى اللقاء.